في الذكرى الثامنة لسيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء يستعرض الحوثيون قوتهم، صواريخ وطائرات مسيرة وتشكيلات عسكرية حفل بها العرض تحمل رسائل متعددة. هذه العروض دلالة على تطور القدرات العسكرية من الطائرات المسيرة إلى الطيران الحربي الذي أصبح اليوم يشارك العروض، وعندما لم يفهم التحالف والعدوان هذه الرسائل سيكون هناك قدرات وتطورات أخرى غير قادر أن يتحملها من القوات البحرية والدفاع الساحلي. هي إذن رسائل تحذير وتهديد تبعثها الجماعة في أجواء هدنة هشة، قد تزيد هذه الرسائل من تعكير صفوها. يقترب موعد التمديد الثالث للهدنة أوائل شهر أكتوبر المقبل، ومع دنو الموعد يزيد الحوثيون من جرعة رسائلهم التي سبق وأن رفضتها الأمم المتحدة، التي عدت العرض العسكري الذي نظمته الجماعة في الحديدة في وقت سابق من هذا الشهر خرقا لاتفاقية ستوكهولم المبرمة عام 2018 برعاية أممية، اتفاقية نصت على الحفاظ على المدينة الساحلية خالية من المظاهر العسكرية. ليست هذه الاستعراضات لوحدها الإشارات الوحيدة بترجيح الخيار العسكري، فهناك الخروقات التي ترتكبها أطراف الهدنة منذ إعلانها أوائل إبريل الماضي. رغم ذلك لا تزال الهدنة صامدة ولم تقف بعد على حافة الانهيار، الأمل يحدو أطرافها بتنفيذ إنجازات ما بعد وقف إطلاق النار، أبرزها فتح الطرق نحو مدينة تعز وزيادة الرحلات الجوية من مطار صنعاء ودفع مرتبات الموظفين العالقة، أهداف يتطلع اليمنيون لتحقيقها. وأكد على أهميتها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال لقائه الأخير بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين.